بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم متابعيني الكرام في حلقة الاولى. انا متأكدة ان احنا اول ناس ممكن نكون قلنا ده على اليوتيوب. حاجة جديدة جدا جدا ونوع من الاستثمارات جديد جدا جدا جدا. هتستثمر حضرتك فلوسك، هتعتبر بتشتري الذهب وهتتاجر في الدولار وهتشتري شهادة استثمار في نفس الوقت. التلات فوائد والتلات ارباح هيكونوا مع حضرتك في وثيقة الذهب. هقول لحضراتكم ايه القصه دلوقتي، الموضوع لسه بدايته النهارده الصبح، وهقول لحضراتكم القصه ايه، بس انا صممت ان احنا نكون اول ناس بنقول لكم عليه. وكمان في شهاده استثمار جديده من بنك معين هيدي لحضرتك عائد اسبوعي. في ناس بتحتاج ان العائد بتاعها يكون اسبوعي، مش نص سنوي ولا ربع سنوي ولا حتى شهري. هقول لحضراتكم المعلومه دي والمعلومه دي، بس انتظروني. اهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد. بدايه لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، وتابعوا الفيديو معانا للنهايه. طبعا كلنا عارفين ان في الفتره اللي فاتت كان افضل استثمار هو الذهب، وفي ناس لحقت وفي ناس ما لحقتش. الذهب مرتبط بحاجتين، مرتبط بسعر الدولار هنا في مصر ومرتبط بسعر الذهب في البورصه العالميه. انا بقول لحضراتكم دلوقتي هتشتري الذهب في صوره وثيقه تامين او وثيقه استثمار او شهاده استثمار من مكان معتمد من الدوله، ملوش دعوه بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، يعني مش هيتغير مع حضرتك، لا بالعكس لو اتغير هيتغير للمكسب، ومن غير مصنعيه وملوش علاقه بسعر الذهب في مصر كعرض وطلب. هقول لحضراتكم ايه الحكايه دلوقتي. ايه الحكايه؟ ان في شركه عالميه اسمها شركه ازيموت، شركة إيطالية متخصصة في إدارة صناديق الاستثمار، بتدير أكتر من 60 مليار يورو حول العالم في صناديق الاستثمار، يعني حاجة مش جديدة، بالتعاون مع شركة مصرية وشركة تانية اسمها إنفورف القبضة. إنفورف القبضة هيطلقوا أكبر صندوق للذهب. صندوق يعني إيه صندوق للذهب؟ هقول لحضراتكم دلوقتي. على حسب، هو دلوقتي هيكون مثلا مكلف إنه يلم مثلا 500 مليار جنيه من دولتنا او من دولة تانية. هو هيبدا دلوقتي كمان ايام قليله قوي. هقول لحضراتكم اصلا يوم ايه وايه الجهه اللي حضرتك هتشتري منها شهاده الذهب. على حسب نشره الاكتتاب اللي هو هيعلنها، يعني هيقول لحضرتك المفروض ان هو هيتاجر بفلوس حضرتك في ايه، واللي بيكون ملتزم بالشيء ده حسب نوع الاستثمار اللي هو هيتاجر فيه. والوثيقه بتبقى اسمها وثيقه استثمار الذهب او شهاده استثمار الذهب. بعد كده هو يبدأ يعلن لنا انه هيطرح الوثيقة دي او شهادة الذهب دي او شهادة استثمار الذهب. مثلا حضرتك عاوز تشتري، هو هيقول مثلا ان هو هيبيع الوثيقة الواحدة او الشهادة الواحدة بمية جنيه. انا مثلا عايز اشتري بألف جنيه، هشتري 10 وثائق او 10 شهادات. حد عايز يشتري بمية الف جنيه مثلا، هيشتري 100 شهادة. هيلم المبلغ المطلوب منه، وبعد كده هيستثمر فلوسك في السلعة اللي اعلن عنها، وما ينفعش يستثمره في سلعة تانية، وبعد كده حضرتك بتاخد ارباحك منه. بتبقى الارباح محددة، وكمان المفروض انها بتزيد على حسب زيادة السوق مع سعر الذهب عالميا ومصريا. طيب ايه فايدتها او تفرق ايه عن شهادة الاستثمار؟ في ناس تقول لا انا عايزة شهادة من اللي احنا بنشتريها، عائدها ثابت ومعروف واضح قدامي وكل شهري بروح اجيبه. هقول لحضرتك برضو ده ان شاء الله لو اعلن انه شهري هتاخد شهري، لو اعلن نص سنوي هتاخد نص سنوي، لو اعلن انه ربع سنوي هتاخد ربع سنوي. فايدته عدم، اول حاجه خالص انت اشتريت الذهب بسعر الدولار، يعني انت بتتاجر في الذهب وفي الدولار ومع حضرتك شهاده استثمار، يعني اخدت كل المميزات والاوبشنات اللي في الثلاث حاجات. فايدتها عدم وجود، اول حاجه انا بشتري الذهب ومن غير مصنعيه، بشتري الدولار ومليش علاقه بسعر تقلبات السوق اللي هو ممكن يهبط في يوم من الايام لو حصل اي حاجه او ما حصلش تعويم او الاخبار الكتير اللي احنا بنسمعها ومش عارفين اخرها ايه. وطبعا حضرتك بقى لما بتشتري الذهب، يعني لما تشتري ذهب انت بتروح تبيعه يقول لك مثلا ده المصنعيه بتقل، مفيش مصنعيه، يقول لحضرتك مثلا حضرتك هو اتاثر في السعر قل في حاجات زي كده، كل ده ملناش علاقه بيه. كمان مش هتشيل هم بقى انا هشيل الذهب فين، يعني انا ممكن استثمر في الذهب بس ممكن ان انا اكون شاري كميه كبيره، ما انا مش هستثمر في سبيكه او اتنين، ممكن اشتري عدد كبير من السبائك مثلا او شويه من الذهب اللي هو المستعمل زي ما قلنا قبل كده، وده الافضل. مش هشتري طبعا اسوره وخاتم وسلسله والحاجات دي، لا اشتري كميه ذهب كبيره. طيب انا مش هينفع اعينه في البيت، فهضطر اروح اجر له خزنه في بنك لان ممكن اكون شاري بكميه كبيره وخايف عليه لا يتسرق كده. لا، الوثائق انت بتاخد الوثائق بتاعتك بس او الشهادات بتاعتك بس، بالظبط زي شهاده الاستثمار اللي في البنك لا اكتر ولا اقل.
وغير كده كمان حضرتك مش يعني مش مرتبط بسعر الصرف اللي هو الحقيقي او المعتمد، انت مرتبط بسعر الصرف الحقيقي المعتمد بالبنك. يعني السوق السوداء مش بتلعب في الشهاده بتاعت حضرتك، ملهاش علاقه بالشهاده بتاعت حضرتك. طبعا حضرتك ممكن تسالني انا عن رايي وتقول لي ده شيء كويس ولا وحش. هقول لحضرتك احنا لسه ما جربناهوش، دي لسه حاجه جديده موجوده في مصر، لسه هتنزل في مصر كام يوم وهيبدا الناس انها تضارب فيها، او انها هي ملهاش علاقه على فكره يا جماعه بالبورصه، هي زيها زي شهاده الاستثمار اللي بنشتريها من البنك. هقول لحضراتكم انا لسه ما اشتريتهاش وما اعرفهاش، بس انا وعد مني لو ينفع ان انا، هم قالوا ان في مبالغ معينه تنفع ومبالغ لا، لو ينفع ان انا زيكم بالظبط مستنيه اعمل شهاده استثمار كبيره بمبلغ كويس ومعقول الحمد لله، فانا لو ينفع ان انا اشتريها وهجرب هجربها وهقول لحضراتكم. انا ده كل معلوماتي عنها، ما اقدرش اقول هي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه، انا بالنسبه لي هي مميزاتها قلت لحضراتكم عليها. عيوبها لما اعرف الجهه اللي هتنزلها لنا ممكن اقول ان الجهه دي موثوق فيها ولا مش موثوق فيها. انا كل اللي اعرفه ان شركه القبضه دي شركه مصريه، بس بما ان هي شركه مصريه فيبقى مش يعني ده ايه، مش زي توظيف اموال والمستريح والناس اللي لمت الفلوس وطلع مستريح جديد لم ذهب وبدا يهرب برضه من مصر والكلام ده كله. لما يكون حاجه تحت مظله الدوله انا ممكن اتعامل معاها، ده اللي انا اقدر اقوله لحضراتكم حاليا عن الموضوع. في ناس كتير بتحب تقول لك لا هي شهاده الاستثمار في البنك وانا عارفها، ده برضه ممكن يكون فيه معظم بنوك مصر ممكن تضارب في الصندوق ده او ممكن تتدخل في الصندوق ده، لو هي تبع البنوك طبعا هتبقى حاجه اعظم بكتير، بس انا بحب ان لما يكون في حاجه جديده في البلد او اي حاجه تخص الاستثمار او الشهادات الجديده او وثائق او اي حاجه زي كده او حتى وديعه او اي حاجه بحب اقول لحضراتكم عليها، عشان دايما بيكون القناه بتاعتنا مرجع ليكم وتكون بدايه كل شيء موجود في مصر عن الاستثمار. كمان النهارده الصبح، النهارده بنك مصري اعلن انه لو حضرتك عايز الفايده اسبوعيه، طبعا هو بيخاطب الناس اللي عايزه الفايده اسبوعيه لان في ناس بتبقى شهريه مش مناسبه وربع سنويه مش مناسبه ونص سنويه مش مناسبه وسنويه مش مناسبه، فهو بيقدم كاوفر جديد علشان خاطر برضو زي ما قلت لحضراتكم يجذب المستثمرين عشان لسه يوم واحد او يومين ونشوف سعر الفايده هيبقى ايه فيحول للشهادات الجديده. طبعا انا حبيت برضو اقول لحضراتكم زي ما قلت لحضراتكم على الثلاث بنوك اللي فاتوا، بقول لحضراتكم ده البنك الرابع اللي بقى عنده اي تحرك ولو حاجه بسيطه، بنك التنميه الصناعيه المصري ده عامل شهاده 3 سنوات الحد الادنى فيها ان انت تشتريها 50,000 جنيه، يعني مفيش 1,000 جنيه ومضاعفاتها. نوع العائد عليها نوع اسبوعي وده جديد طبعا، شهري، ربع سنوي، نص سنوي وسنوي. طيب لو حضرتك هتاخد العائد سنوي هيبقى 17.5 كده اتحرك 0.25% عن البنوك التانية، 16.25 نص سنوي، 16.5 نص سنوي، 16.25 ربع سنوي، 16% شهري، و15.25% اسبوعي. هتقولي طب انا ممكن اخصمها احسبها ازاي؟ هقول لحضرتك لو حاطط 100,000 جنيه هتضربهم في 15.5 هيطلعوا لك 15,500، هتقسمهم على ال 12 شهر وبعد كده تبدأ تقسم المبلغ على 4. أظن الفكرة كده وضحت تماما. كده مع حضراتكم كل جديد بيحصل في السوق ساعة بساعة، يوميا في الموعد ده بيكون مع حضراتكم فيديو بيقول لكم كل الجديد وكل اللي بيحصل في مصر ساعة بساعة. صدقوني الدنيا ملخبطة ومتكهربة، محدش فاهم اللي جاي ايه. أنا آسفة لو كنت طولت على حضراتكم في الفيديو، بس أنا كنت مصممة إن حضراتكم تكونوا عارفين الجديد اللي هو وثيقة استثمار الذهب أو شهادة استثمار الذهب. اتمنى يكون الفيديو النهارده كان مفيد بالنسبه لحضراتكم وفاتكم ولو بمعلومه واحده. اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد في امان الله.